في أي مكان حوالينا بنشوف حاجات كتير زي المكتب، الهدوم، السرير، الحوائط، وكلها حاجات بيستخدمها الإنسان من آلاف السنين بنفس الطريقة. جي بي 5 بيصنع عالم خلف عالمنا يطور علينا حياتنا. جي بي 5 عبارة عن تاتش ستيكر بيتلزق تحت أي سطح بيحوله لك من فوق تاتش. ممكن تكون الحيطان تاتش تتحكم بيها في الإضاءة أو في المية. ممكن تكون الكتب تاتش تخلي الأعمى يسمع الكلام بمجرد ما يلمسه. ممكن تكون المنيو في المطاعم تاتش، تقدر أنك أنت تطلب الأكلة بمجرد أنك أنت تلمس صورتها. ممكن تخلي الهدوم تاتش تتحكم بيها في كل حاجة حواليك. علشان كده أنا بقدم لكم في في فاي، اختراع عربي هيغير إن شاء الله وجه العالم كله. كمان في في فاي ستيكر ما بيتأثرش بالمية، وتركيبه سهل وصحي جدا. وكان أكبر تحدي عندي إن أنا أعمل أربع استخدامات للمشروع في وقت قليل جدا. قدرت أتحكم في الإضاءة بالتاتش، وممكن يكون مفتاح الإضاءة على شكل لمبة أو شمس أو أي شكل يتناسب مع الديكور بتاعك. اتحكمت في المايه بالتاتش، واتصلت بالتليفون من خلال ازاز شفاف، وخليت الروب يتحكم في الام بي 3 عن بعد. جي بي 5 هيبقى جاهز ينزل السوق. فلو كنت عايز تغير شكل حياتك وتطور مستقبلك، صوت لجي بي 5.